في بداية الفيديو حابب أقول لكم استمروا في تقديم الطلبات بخفض التنسيق. لازم كلنا مع بعض نطالب بخفض التنسيق. إيه اللي خلى كل المحافظات دي نزلت؟ إحنا هنا في الفيديو ده معادنا مع المحافظة السادسة اللي هي هتنزل، أو اللي هي نزلت بالفعل 12 درجة. طيب إيه اللي خلى المحافظة دي نزلت أو المحافظات الستة؟ الضغط بتاع الأهالي والهاشتاجات اللي بتتعمل. يعني نعمل هاشتاج نكتب التنسيق لازم ينزل في محافظة كذا، كل واحد يكتب المحافظة بتاعته التنسيق لازم ينزل. الحاجات دي بتسمع وبتوصل وبتساعد في نزول التنسيق. احنا عندنا قبل كده نزلت محافظة القاهرة، ونزلت محافظة جنة، ونزلت محافظة كفر الشيخ، ونزلت محافظة الدقهلية، ونزلت محافظة المنيا. ده كل المحافظات دي، والنهارده معادنا مع محافظة جديدة 12 درجة. أنا كنت نزلت على قناة مستر مانول، زي ما قلت دي قناة تعليمية لكل المراحل وخدمية لكل الفئات، وكمان بقدم فيها كورسات إنجليزي ومعلومات إنجليزية مفيدة. حاول تشترك معايا في القناة وتفعل الجرس على كلمة أول ليصلك كل حاجة جديدة إن شاء الله، زي ما أنتوا كده شايفين في الصورة هتعمل. كنا اخر محافظتين اتكلمنا عليهم كانت كفر الشيخ، وكانت نزلت من 250 ل 245، ومحافظه المنيا كانت من 247 الى 245. النهارده بقى معادنا مع محافظه السويس. محافظه السويس تخيلوا نزلت من 250 ل 238 درجه، نزلت 12 درجه كامله. كل ده بفضل ايه؟ زي ما قلت قبل كده وبكرر تاني، بفضل الضغط الشعبي والمطالبات والهاشتاجات اللي على الفيس والجروبات والحاجات دي. تابعوا معايا على القناة واشتركوا معايا وفعل الجرس عشان توصلك كل حاجة أنا بنزل أول بأول، كل حاجة تخص التعليم